السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكل سريع بنسوي اليوم إن شاء الله المطفاية العدنية أو صالونة السمك. عندي هنا سمك كنعد طازج ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف. أول شيء نحاول نقز قطع السمك إلى أجزاء أصغر من كذا، الأفضل إنه نتخلص من الجزء هذا علشان ما يجيب زفرة بالطبخ. وهنا بسم الله عندنا البهارات: ملح، كركم، فلفل اسود، بابريكا مدخنه او بابريكا عادي، وهنا عندي كزبره ناشفه، كلها ملعقه صغيره. خلط الجميع مع بعض. زيت على النار. سلام يا سلام. والحين بسم الله نقلبها على الوجه الثاني. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اخليها بس شويه وارجع ارفعها. وهنا خلاص بسم الله ارفع الحليوات هذه على صح. ما شاء الله تبارك الله. عندي هنا الحين المقلى على النار، اضيف من زيت السمك، البصل، فلفل. ما شاء الله تبارك الله. الحين نضيف معجون الطماطم، وعندي هنا هذا البسباس العدني ما شاء الله تبارك الله. اضيف ملعقتين كذا. طبعا اللي ما عنده البسباس العدني استخدم المعجون الطماطم يكتفي فيه. ما شاء الله تبارك الله. وهنا اضيف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، طبعا هذه سويتها لكم بمقطع سابق. نضيف القليل من الملح، القليل من الماء الساخنة. بسم الله. يا سلام يا سلام. وبعد كذا ننزل السمك على الكشنة هذه ما شاء الله. نحاول ان السمك كله يسبح بين الكشنة. صارت جاهزة، شوف السمك كيف مستوي ذايب ذوبان. يا سلام يا سلام. نزينها كذا بالكزبرة، تقدم مع الخبز، واحلى اكل جميل. اتمنى تستمتعوا بهذا الفيديو، تتابعوا الصفحة والقناة على اليوتيوب. لكم كل الحب والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.